صفرة بترحب بالسادة المشاهدين في كل مكان، أهلا بكم ومرحبا في برنامجكم الشيف. رمضان كل سنة طيبين، جي بسرعة وبيخلص بسرعة. أكلنا كله رمضاني، كل أكلاتنا من أول شهر رمضان لغاية يوم العيد حاجات جميلة، حاجات جميلة وحلوة وإن شاء الله تعجب حضراتكم. النهاردة هنعمل الشركسية. الشركسية دي على الطريقة التركية العثمانية من زمان، شفت ناس كتير قوي بتعملها بطرق، في ناس بتعملها بأشكال، لكن هرجع أقول إيه، كل شيف وليه طريقة، لكن أنا شخصيا لما أجي أعمل حاجة بعملها من أصولها، إزاي بتتعمل، إزاي اتعملت، تاريخها إيه، ده كله مدروس، ما بقاش جاي حاجة كده فبركة على الفاضي. يبقى الشركسية معروفة هنعملها إزاي، نشوف مقاديرها على الهواء إزاي مع بعض. عندي فراخ وبصل وجزر وكرفس ورق لور وحبهان، كزبرة خضراء، عيش توست ومكعب مرق وكريمة لباني وبابريكا، ملح وفلفل، عندي زبدة وعين جمل. يبقى أهم حاجة عندي الهيرو بتاعي لعين جمل، وبعدين زبدة، وبعدين ملح وفلفل وبابريكا، كريمة لباني، مكعب مرق، وعيش توست، كزبرة خضراء، حبهان، ورق لور وكرفس وجزر وبصل البوكي جرني، وعندي فرخة لازم تتسلق كده. هنا آدي المفروض إن الحاجة نعملها قبل الهواء نسلقها، بس أنا اتعودنا مع بعض ان حاجتي بتبقى دايما فريش والمينيت، يعني كله قدام حضراتكم. ادي الفرخه بعد ما اغسلها كويس جدا اهي، عندي البوكي جرني هنا بصل وجزر وكرفس اهو، ادي الفرخه، بعد كده عندي حبهان، عندي ورق لورو، واخليها تستوي براحتها اهي. طبعا عندي عيش توست عشان يعمل لي شخصيه. يبقى حضراتكم النهارده كل حاجاتنا معروفه. عندي اهم حاجه عين الجمل ده قبل ما اشتغل فيه لازم احطه في الفرن بتاعي لمده دقائق بسيطه. ليه بقى؟ هيساعدني في حاجتين. الحاجه الاولى هطلع الرطوبه منه، الحاجه الثانيه لما اجي اجرشه هيطلع معايا سهل. ادي 100 جرام او 150 جرام عين جمل اهو، بحطها هنا دقايق مش كتير، وعيني عليه ممكن يطير مني بسرعه. هنا هجهز زي ما بيقولوا على راي المطبخ، نجهز المزومبلاس بتاع الشغل بتاعي، احضر يعني، مش احضر ارواح، لا احنا هنعمل مزومبلاس بتاع الشغل بتاعي. طيب كده عندي بولة بحط فيها 3 شرايح عيش توست كفاية قوي، ادي شوية كريمة لباني معهم او لبن، يا كريمة لباني يا لبن، احنا عايزين نعمل حاجة جميلة وطعم جميل وحاجة زي الفل. بقى انقع دول كده هنا في لبن او في كريمة لباني اهم، اركنها على جنب، بعد كده اعمل اشيل دول. عندي نص بصلايه او ربع بصلايه تكون ناعمه قوي، رانيا مساء الخير. مساء النور يا شيف شرميني. ست رانيا ازاي حضرتك؟ الله يبارك لك يا رب، الحمد لله. تأمريني سعادتك. الامر لله. انا بس كنت عايزه حضرتك تقول لي طريقه البطاطس اللي حضرتك عملتها يوم السبت اللي هي بالكريمه دي. البوم على كريم على عيني. البوم على كريم. حاجه ثانيه ست الكل؟ ميرسي ربنا يخليك. بشكر حضرتك على اتصالك. البوم على كريم يا جماعه احنا اتفقنا مع بعض ان هي سهله جدا جدا نقدر نعملها. يا استاذ محمد. طيب هنجيب البطاطس نقطعها شرايح. لا هي كبيرة ولا هي صغيرة، لا هي كبيرة ولا هي صغيرة، ولا هي شيبسي ولا هي مكرونة فرن، بطاطس فرن. هعملها ازاي؟ هجيب البايركس بتاعي بدهنه مادة دهنية، مادة دهنية، وبعدين احط فيه بصلاية ناعمة زي كده وفص توم ناعم، برشهم جواها، بنحطهم جواها ناعمين خالص.
بعد كده بفرد البطاطس في البايركس، وبعدين بحط برضو حبة تاني بصل وتوم من فوق الوش. بعد كده اجيب ادي فص توم اهوت هنفرمه هنا برضو. يبقى ادي توم وبصل مفروم زي ما انتم شايفين كل حضراتكم. هنعمل ايه؟ فردت البطاطس، رشيت شويه بصل، بجيب ربع كوبايه كريمه لباني، ربع كوبايه لبن، ثلاث بيضات، اضربهم مع بعض. اضربهم مع بعض، بعد ما اضربهم مع بعض برشهم فوق البايركس، واديله شويه جبنه بارميزان، جبنه بارميزان. بعد كده بدخلها الفرن هتطلع زي ما حضرتك شفت. استاذ محمد السلام عليكم. استاذ محمد الو. ايوه يا شيف. ازيك يا حماده؟ ازيك يا شيف؟ امورني يا حبيبي. انا بحب قوي اكلك. ربنا يخليك يا قمر، تامرني يا بابا. بحب قوي اكلك. امورني يا حبيبي. عايزك شيف ينفع تعمل لي رز معمر؟ على عيني اعمل لك رز معمر. انا اعمل رز معمر اساسا. انت عايزه بقى بالكبده ولا بالفراخ ولا ايه بالظبط؟ ولا لوحده؟ انا عايز الرز المعمر بالكبده. على عيني انا هعمله لك بالكبده. بالفراخ قصدي. بالفراخ اللي انت عايزه هعمله لك. انا هعمله الاسبوع اللي احنا فيه ده، ممكن يكون عندي بكره الرز المعمر، فانا هنعمله لك على الهوا عشان تشوفه. حاجه تانية؟ نعم. حاجه تانية يا حبيبي؟ وكمان عايز كبده. عايز كبده تاني؟ ايوه عايز كبده. اعملها لك ازاي طيب؟ كده مشويه. على عيني يا حبيب قلبي، شكرا ليك يا قمر. طيب كده هنا احنا كنا عاملين ميكس جريه، وكان فيه الكبده المشويه، ولكن هقول لحضرتك ازاي تعمل الكبده المشويه. بجيب الكبده البتلو او الكبده الكندوس، بيبقى عليها كفر بلاستيك كده رفيع خالص زي الورق الشفافه، بنزحها وبعد كده بقطعها طرنشات، بتبلها بليمون وكمون وتوم وملح وفلفل، وممكن سن الشطه لو عايز. يبقى عندي ليمون كمون توم ملح وفلفل وسن شطه لو عايز. بخليها لمده 10 دقائق، بكون عندي الجريل على النار سخنه جدا، احطها كده دقيقه وكده دقيقه، طلعت معايا كبده مشويه. شروق مساء الخير. مساء النور. ازيك يا شروق؟ ليش يا حبيبي؟ انا كنت عايز طريقه عمل سلطه مايونيز. ليه يا فندم؟ سلطه المايونيز. حاضر. سلطه؟ لا هي مايونيز لوحديها، بس يعني عايز سلطه ايه؟ ممكن نعملها كول سلو، ممكن بناها ايجا روس، ممكن نعملها سلطه بطاطس، لكن هي المايونيز دي خامه بعمل منها، ممكن اعمل منها التوميه. انت عايز ايه منهم بقى بالظبط؟ الو. كنا قبل كده شوف شربيني، بس كان عليها نعم؟ كان عليها خس وبقدونس وحاجات كده. يبقى دي خس وبقدونس، دي ايه؟ ترتار صوص ولا ايه بالظبط ولا ايه؟ ادرسي، حددي موقفك من السلطه وقولي لي عليها عايزه ايه عشان تريحيني معاكي. انت كلتها بخس مايونيز، دي بتتعمل في السندوتش وبتحط عليها روست بيف او تشيكن وات ايفر، دي بتبقى الخس مع المايونيز والبقدونس بيبقى جوه ساندوتش. لكن بره لو عملتها برضو خس ومايونيز او مايونيز وبقدونس، يبقى هديها عندي ابيض بيض واصفر بيض وبصل وتوم وخيار مخلل، وهنقول عليها صوص ترتار. قولي انت عايز ايه وانا تحت امرك. يا نرمين مساء الخير. الو مساء الخير. ست نرمين ازيك؟ ازي حضرتك يا شيف؟ في نعمه والله يا ست نرمين. بس عايزه حاجتين. اول حاجه رز المعمر برضو. حاضر. بس انا كنت بفكر احطه جواه فرخه، فمش عارفه ده هينفع ولا لا. تحط جواه ايه؟ فراخ. ايوه حط لي في معاه فراخ طبعا، اكيد طبعا. الحاجه الثانيه، انا عندي، انا امبارح سلقت فرخه وحمرتها، بس النهارده مش عارفه اعمل فيها ايه، لاني بحس ان لما بتبات ما بتبقاش حلوه، فممكن حضرتك تقول لي بس اعمل فيها ايه النهارده؟ عندك ايه يا فندم؟ فرخه سلقتها وحمرتها، فرخه بلدي. من امبارح. فانا النهارده عايزه استخدمها، بس مش عايزه ناكلها بنفس الطريقه، فحضرتك قول لي ممكن اعمل فيها ايه؟ بص يا ست، انت شايفاني بعمل ايه النهارده ايه؟ انا شايفه حضرتك وبكتب كل حاجه. طيب بصي، انا هجيب صدور الفراخ اللي عندي، انزعها او اقطعها زي ما انا عايز،
هجيب بصلايه على النار وجزر وكرفس وكعب مرق واحطهم فيهم يسخنوا براحتهم. بعد ما يسخنوا يبقى انا كده كان عندي فراخ بدل دي. هعمل بيها الشركسيه دلوقتي اوريها لك. يبقى انت تجيب الفرخه اللي عندك تقطعيها تقطيعها زي ما انت عايزه. بعد كده ادي كده حمصت. بعد كده حطيتيها هنا كاني بسخنها عادي بس بديها مكعب مرق وبكجرنيه عشان اخد شوربتها. بعد كده هنكمل مع بعض. اكتبي اللي انا بعمله ده هتنفذيه دلوقتي. هتبقى الفرخه اللي عندك قلبناها بدل ما هرص بقت شركسيه. بشكرك على اتصال حضرتك. كده هنا يا استاذ وائل سلام عليكم. استاذ وائل استاذ وائل استاذ وائل. طيب بص هنا يا عم علي استاذ علي. وبعدين معاكم بقى على الصبح ايه هنتخانق مع بعض ولا ايه بالظبط يعني؟ ايه يا جماعه في ايه مالكم؟ انا عايز اعرف الاتصالات دي بتقطع من هنا عندهم ولا من عندنا ولا من الشركه؟ طيب يبقى عندنا مشاكل في التليفونات مش عندنا من الاخراج. يبقى احنا عندنا الاخراج سليم 100 100 بس العيب اللي فينا. احنا مش عارفين نتكلم. كده بصوا حضراتكم النهارده مش عم هشام اللي معايا النهارده؟ الله 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 ده الطباخ العاد يا اخويا مش انت. بنزع القشر كده وطبعا اهي زي ما حضرتك كده شايفين اهو بعمل ايه؟ باجي كده ركزوا معايا بننزع القشرة السودة شايفين بقى ايه شغل حلبنتيش ده. طيب كده كده المسابقة قدام حضراتكم على الهوا. يا ريت حضراتكم نكتبها عشان ليه الحظ ان شاء الله يكون نصيبه فيها ينولها. طيب كده هنا هنشوف مع بعض هنعمل ايه. امنية مساء الخير. الو ست امنية ازيك؟ امنية الو ازيك يا امنية؟ انا بحبك كتير. اخبارك يا امنية؟ كويس. تأمريني يا حبيبتي ليكي سؤال يا بابا؟ كويسة. لا بسلم عليك. يا أحلى أحلى سلام يا ست العرايس. ليكي سؤال يا ست الكل؟ كل سنة وأنت طيب يا حبيبة قلبي. ليكي أي سؤال؟ طيب. ليكي سؤال يا بابا؟ إحنا بنقول لك كل سنة وأنت طيب. وأنت طيبة يا روح قلبي تحت أمرك يا حبيبتي. طيب. شكرا بس بسلم عليك بس. ربنا يبارك فيك يا بنتي يا حبيبة قلبي، ربنا يخليك يا بابا. بشكرك يا أمنية. كده هنا. كده أمنية بتتواضع وبتتكرم علينا عشان تسأل علينا. ده كرم لينا وكرم لقناة سي بي سي إن إحنا عندنا أطفالنا الجمال الحلوين بيحبونا وبيكلمونا. أنا هنا زي ما أنتم شايفين حضراتكم كده آدي شوية العين جمل. خلي بالكم مجروها مش عايز أجرشها جامد عشان أحس بطعمها بس بكسرها بس. ايوه زي ما المخرج جايبها كده. بعد ما كسرتها كده اهي ركزوا معانا النهارده حلقه جميله وهاديه. يا ست ساره. الو السلام عليكم. السلام عليكم يا ست ساره. ازيك يا شيخ شيرين؟ في نعمه يا ست الكل. اخيرا حد رد علينا. يا اهلا بيك. انا اسف كنت اخرت عليكي. انا من حلقه يوم ورق العنب وانا بحاول اتصل بيك. معلش حقك علينا احنا غلطانين. أنا سؤالي بقى على ورق العنب كان الفرق بين بقى الورق العنب اللي محطوط في برطمانات واللي أنا بجيبه من عند الخضر، أحضر ده إزاي وأحضر ده إزاي للحشو؟ على عيني هو الطريقة واحدة كلها في الطبخ، لكن لو أنا جبته من عند الخضري بحط مية بتغلي على النار عندي كده. بعد ما أحط مية على النار تغلي بجيب الورق العنب بربطه مع بعضه من الزعنفة بتاعته وبحطه لغاية ما ياخد اللون الذهبي. هي ما بتاخدش وقت كتير ده على طول بيتقلب. بيغير لونه على طول بحطه في مية ساقعة.
هفرده هشتغل بيه كده، انا موتت الجلد بتاعته عشان يبقى طري، اقدر ملمس بتاعه طري هقدر الفه، لكن هو ده هو ده، لكن انت غلطيه خلاص بقى عندك ورق عنب مفيش مشاكل خالص. شكرا على اتصال حضرتك. طيب نبدا نعمل. يا استاذ علي السلام عليكم. عليكم السلام، ازيك يا شيفنا؟ عم علي ازيك؟ ازيك يا حبيبي وحشني. كل سنه وانت طيب يا جميل. وانت جميل، وعايز اقول لك ان التليفون بيقطع من عندي انا مش من عندكم. يا حبيبي ده شرف ليا، انت كده يعني بتجاملنا عشان تفهمنا ان احنا رب احنا اسفين. حاجه ابدا. اتفضل يا فندم. حضرتك بتجمعنا كل يوم. اللهم صل على النبي، نتجمع في الخير يا رب. انا القليله اللي ما بعملش مداخلات مع اي حد. ده شرف ليا، ده شرف ليا. حضرتك لك يعني الاعتبار ولك الاحترام والحب. ده كده كلامك دوت بالنسبه لي يعني شهاده، يعني مش عارف اقول لك يعني. عايز حاجتين منك يعني يا شيخنا بعد اذنك. تؤمرني يا عمي. واحد، عايزين ورق العنب باللية. باللية؟ اه. ليا ولا ليك؟ لينا كلنا. يا خساره. ما لحقتش اتهنى على مكالمه الورق عنب، لكن هعمل لك الورق عنب باللي على عيني. يا ريت تكلمني تاني عشان انت قلت لي واعترفت بلسانك ان القطع من عندك مش من عندنا. ام بسمت مساء الخير. اهلا بحضرتك، ازيك يا شيف شربيني؟ ازيك يا ست؟ ازاي وعوده الايام يا ام بسمت؟ الله كل سنه وانت طيب. لو سمحت يا شيف شربيني، انت بتحفظ كلامها، من فضلك احنا عايزين نعرف طريقه الاعمال البوليفور والكحت والبسكوت ان شاء الله. اللي هي يا فندم؟ البودوفور والكحك. كل اللي انتوا عايزينه ان شاء الله الاسبوع الجاي هيتعمل، هنعمل حلقه خاصه على الكحك والبسكويت والبودوفور والغريبه، كل اللي انت عايزاه هنعمله على عيني الاثنين. اشكرك على اتصال حضرتك. احنا كده شغالين واحده واحده، سلولي سلولي، ننا ننا، عشان نعمل حاجه بمزاج ونطلع زي الفل. طيب كده انا بسيح الزبده، عندي نار تانية، هعمل الرز بتاعي. الرز بتاعي النهاردة هعمله ملبن أو معجن، لأن الشركسية دايما الرز بتاعها بيبقى طري، بيبقى طري، فمحدش يقول لا. أنت أنا دايما بقول إيه، شغلنا واضح اهوت وبيور، مفيش عندنا حاجه ملبنه ولا معجنه، لكن النهارده هعجن بقى مع بعض، نعجن مع بعض في الايه، في الرز كده. ادي حل على الرز اهي. ست عزه السلام عليكم. ست عزه عليكم السلام. ايوه الاجابه، عايزه اجاوب على السؤال. نعم يا فندم. عايزه اجاوب. اتفضل. لا حضرتك مع التليفون اللي اتصلت عليه، الاجابه بتاعتنا على الشركه التليفونات اللي موجوده على الشاشه، في تليفون من خط ارضي وفي تليفون من الموبايل. الاجابه حضراتكم للسؤال بتاع المسابقه على الاتصالات اللي هتطلبيها قدام حضرتك اهي، قدام حضرتك اهي. عندنا 14 30 من اي محمول، وبعدين عندنا 09733. اللي هيجاوب على السؤال حضراتكم مش عندي، على الشركه اللي قدام حضراتكم اللي فيها اتصال قدام حضراتكم الموبايل 14 30 او 09733. اقول كمان مره، يبقى كده حضراتكم عشان نبقى مع بعض صراحه. كده عندي هنا، يبقى انا بعمل صوص الشركسيه وبحط رز على النار. كل حاجتنا سهله وجميله، كل حاجتنا سهله وجميله. انا عايز الشوربه بتاعتي بتبقى ايه، عزمها شديد. يعني ايه يا شربيني عزمها شديد؟ يعني بيبقى الشوربه بتاعتي حلوه وجامده، حلوه وجامده. طيب يا استاذ محمد سلام عليكم. يا عم محمد، طيب مش حكايه، مش عارف ايه حكايه القطع النهارده معانا يا جماعه، كل واحد يتصل بيا يقطع ليه مش عارف. طيب الشوربه بتاعتي بدعمها كويس عشان خاطر هاخد منها للرز واخد منها للصوص. يبقى كده ادي الرز بتاعي اهو. يا ست ام يوسف سلام عليكم. ايه يا ست شربيني، كل سنه وحضرتك طيب. ست ام يوسف اخبارك ايه؟ منور الشاشه ومنور الدنيا كلها. والله انت اللي منورانا ومخلينا زي الفل. الله
كل سنة وانت طيب وفرحان بقى اولاد علاء واخواته جميعا يا رب. وانت معانا يا ست الكل، الله يكبر بخاطرك ويراضيكي ويزيدك من نعيم الله. الله يخليك. والله انا سعيدة ان انا بكلمك لكذا مرة على التوالي، وربنا ما يحرمنا منك ولا منك. والله ده شرف لينا وتواضع من حضرتك، ده شرف لينا وتواضع من حضرتك. الله يخليك يا شيف، ربنا ما يحرمناش. تؤمريني من هنا للسنة الجاية. معلش انا كنت عايزه بس اعرف مقدار عجينه الكانيلوني عشان مش معلش، ده امر من حضرتك ولازم اجاوبه. امر لله واحد، ربنا يخليك يا شيخ. عينيا لحضرتك. طيب هنجيب كوبايه لبن. مني اهو لك كوبايه لبن، كوبايه دقيق، 3 بيضات، 3 معالق زيت، ذره ملح، ذره سكر. هقول لك تاني كده حضراتكم، اهو الرز بتاعي زي ما انتم شايفين حضراتكم كده. ازود هنا عشان اطلع الشوربه بتاعتي برضو حلوه اهي كده. هنستاذن حضراتكم ناخد فاصل ونرجع لكم تاني. الرز على النار ولسه بعمل في الصوص بتاعي، ادي كمان حتتين زبده هم عشان الرز بتاعي يبقى مدعم وحلو. فاصل وارجع لكم تاني، اقعدوا على المحطه ولا تروحوا في حته. رجعنا لحضراتكم بعد الفاصل، وبرضو احنا شلنا من على النار الاكل، لان طبعا انتوا عارفين المخرج بتاعي يقول لي ما تعملش حاجه الا ما تكون الناس معانا على الهوا، عشان ما اقولوش ده انت مطلعه من تحت الترابيزه، بيشك فيا ما اعرفش ليه. طيب انا برضو مش مشكله، انا برضو عايز اعمل اللي انت عايزه عشان ما تزعلش مني. ادي الرز بتاعي ملبن اهو، اقلبه كده. لو حاسس ان هو عايز شويه شوربه تانيه اديله شويه شوربه، انا ما عنديش مانع. تعالي انت كده اهو، او سنه ميه كده مش كتير، هم انا عايزه ملبن يعني طري شويه. نرجع هنا، حطينا هنا بصلايه وفص ثوم ومكعب مرق مع حبه زبده. ادي عين الجمل. ايوه يا حبيبي انت كده، وانت جايبني كده وبتتدلع معايا. ادي شويه كزبره ناعمه خالص صغيره اهي، مش كتير زي ما حضراتكم كده شايفين اهو، حاجه جميله جميله جميله. الله يبارك لك يا لبالي اهو. حطينا عين الجمل، برجع احط تاني ايه عليه. ادي عيش التوست اللي احنا خمرناه اهو كده. شفت بقى انا حبه البص هنا دول، حرام يعني حرام ان انا اضيعهم عشان انا دافع في الحاجات دي فلوس. يبقى عندي هنا اهو، احط دول كده. طلع بس حبه الحبهان دي عشان مش محبوبه اهي. يبقى كده حطيت، ارجع بقى احط الشوربه بتاعتي اهي كده اهو. الحق الميه بدل ما تفصل لي النار. الشوربه دي بمجرد ما بينزل اي حاجه على البوتاجاز دوت بيعمل لي قلق، فاحنا مش عايزين قلق اهو. ده صوص الشركسيه يا جماعه، خلي بالكم معايا اهو. بقيت البوكيه جرنيه اهو، بطلع كده اغطي الحله، ارجع على النار اهو، عايزه يغلي كله مع بعضه. ادي شويه الكريمه اللي بنا احنا اتفقنا عليهم، يلا ان شاء الله ما حد حوش. صوص الشركسيه يا جماعه اللي احنا بنتكلم عنه، انا عايزه ما يكونش لا هو خفيف قوي ولا هو تقيل قوي. الرز بتاعي اهو. اللهم صل على حضره النبي. طيب الفرخه بتاعتي استوت ولا لسه؟ هنشوف مع بعض هنعمل ايه. نغطي دي كده، ادي الفرخه بتاعتي، هي مش فرخه جمل يعني على ما اعتقد اهي كده اهي. اطلع بدي بره، بخليها مرمهاش
لان احتمال الفرخه بتاعتي تبقى من جوه لسه ما استوتش اهي، يبقى اقدر اعمل فيها اللي انا عايز اعمله كده. عندي هنا يا عم هاني. السلام عليكم. العافية يا خال حبيبي. ازيك يا عم هاني؟ يا بلديات يا اصيل، يا احسن ناس، يا احسن ابو ولاد سيف. وبرضه لازم اقول القائد العام ما توديناش في ده يا عم الحاج، المأكولات الجميلة وطباخين مصر كلهم. يعني غلابة يا ابو هاني، عايزين نمشي جنب الحيطة. لا يا باشا انت تستاهل كل خير. الله يزيدك يا حبيب قلبي. وعايز اقول لك ان نسبة المكالمات اللي هي الحريمي اكتر، لان انت عارف المقولة اللي بتقول لا ده انت خلي بالك في ناس اقرب الطرق الى قلب الرجل. بس اقول لك على حاجة، عادته انت بقى، انت عندك منافس. مين منافس؟ في نيفين وقت طبعا. لا ده وفي حبايبنا في اسكندريه كتير. ايوه انا بس انا بفهمك كده يعني. وبالمناسبه بقى انا عايز اعمل عشان مش تتجغط عليا قوي. بص يا حاج شربين، اتفضل. انا عايز اعمل استطلاع راي بقى كل اللي يتكلموا بعديه. لا يا عم انت بصحه ربنا على عيني وراسي، انا ما اقدرش. انا عايز كل اللي يتكلموا بعديه يقولوا رايهم في الاقتراح اللي انا عايزه دوت ده في شهر رمضان. طب قول يا جميل. هتجيب لنا علاء الشربيني ضيف جنبك في حلقه بس كده؟ ايوه على عيني، عشان يبقى لقاء. هو في مشكله بس مع علاء الشربيني. ايه المشكلة بس؟ مشكلته ان هو بيطلع الهوا في نفس التوقيت بتاعي. ماشي، ما هو في ايام هو بيبقى مريح وانت بتبقى شغال. لا هو شغال 30 يوم برضه في رمضان زي، بس هندبرها ما تقلقش. هنضم الاستديوهين على بعض. من ايه؟ ما احنا قريبين مش بعيد يعني. ما انا قلت لك عايزين القنوات كلها تنضم. عارف مصحتنا سنتنضم سنتنضم. بقول لك ايه بقى؟ امرني يا ابو الراجل المحترم اللي كلمك من شويه، علي من الجيزه، عم علي. اللي مكالمته اتقطعت، اللي كان طالب ورق عنب بالليل. تعمله لنا ده؟ على عيني، انا ما اقدرش اقول لكم لا. شربينيات على عيني، اعتبره جاهز يا عمي. اعتبره وصل يعني؟ خلاص هتبعته لنا اولاد سيف؟ اكتب يا عم جامع، انا بقول لك على غلط حداك يا اخوي. لا انا هاخده. بس انت هتسحر بيه بقى؟ انصحر باللية. كل ما ليا ولا ليك بقى، نعمل لك ايه بقى؟ لينا كلنا. كل سنه وانت طيب يا حبيب قلبي. كل سنه وانت طيب. مكالمتك بتفرحني والله يا هاني. شكرا ليك يا حبيبي. هاني بلدياتي، الراجل الكريم اللي شرقاوي عظيم يعني. طيب كده هنا. دي الشركسية بتاعتي يا جماعة. يا نهاد. ايوه ست نهاد، ازيك؟ اهلا، ازي حضرتك؟ ايش تؤمرين سعادتك يا فندم؟ من فضلك عايز اعرف لقمه القاضي. لقمه انزلك على الشاشه على طول على عيني. وبعدين كنت انا هسال حضرتك سؤال، انا كنت بعمل الشركسيه بالعيش البلدي. والله اي عيش يربط، مش هتفرق، مش هتفرق. مش عايز انا اتلكك واجعل حاجات كده واعك فيها. لا اي، انا عايز اعمل عمليه ربط. براحتك. ما تعملهاش تقليه، ما تعملهاش تقليه في الاخر. اسمع اللي بقول لك عليه، دي الشركسيه. اوعى تفكري في حاجه ثانيه غير كده. وبتحط فيها الفراخ مقطعه؟ اما انا هعمل فراخ قدام منك دلوقتي، وهجيب لك كمان ايه؟ حبتين عين جمل اهم. شكرا شكرا يا شيخ. عشان خاطر احط لهم الجرنش ليها تحت امرك، بشكرك. ادي العين الجمل بهو عشان نعمله جرنش. يا جماعه يا دي الليله البيضاء. الزرع بتاع، طيب كده الحمد لله وقفت الزرعه. يبقى حضراتكم عايز اقول لكم على حاجه. صدقوني انا ما بعملش غير الاكل الريسي بتاعه الصح اللي هو نازل من بلده كده. تقليه على الشركسيه ممكن يكون حد عملها، لكن انا بقول الصح بتاعها ده اللي انا بعمله. لكن انا عشان خاطر حضرتك مش عايزه تدوخي نفسك على عيش التوست، لقمه عيش فينو، لقمه عيش بلدي، مش عايزه تحط ده ولا ده، حط معلقه دقيق. فحضرتك ليكي حريه الاختيار. انا حطيت دي في ميه ساقعه كده عشان انزع الجلد والعظم اهو كده. وبعدين عايزه تقطعي الفراخ بتاعتك على اربع، اعملها على اربع. عايزه تحطيها متقطعه خالص معاها حطيها. الاكل ده امزجه وعلى حريتك زي ما انت عايزه. الو مساء الخير. السلام عليكم. ست نجات ازاي حضرتك؟ اهلا وسهلا، ازيك حضرتك يا شيخ؟ والله انا في نعمه يا ست نجات، تؤمرين يا فندم. كل سنه وحضرتك طيب. بعود الايام يا ستي. سؤال حضرتك يا ست نجات.
الو ايوه اتفضلي سؤالك. بس بطلب من ربنا حاجه واحده، يديك الصحه والعافيه عشان تفضل دايم معانا على طول. الله يسترها معاك الدنيا واخره يا رب، ويخليك لينا يا ست الكل. ربنا يخليك ويخليكي معانا دايما على طول يا ست. بشكرك على اتصال حضرتك. ليكي سؤال طيب يا ست الحاجه، يا ست الكل. بشكر حضرتك على اتصالك. كده هنا ادي كده بقطعها على اربعه. يا استاذ احمد السلام عليكم. الو السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم يا عم احمد. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا استاذ شربيني؟ ازيك يا عم احمد؟ الله يسلمك. تأمرني يا حبيب قلبي. الله يخليك. الامر لله. اي سؤال؟ السؤال لحضرتك يا حبيبي. انا بس كنت عايز اقول لحضرتك على حاجه. الاكل اللي انت كنت بتعملها دلوقتي. ايوه فندم. شويه. ايوه فندم. انا كنت عايز اعرف ايه هي بس. الشركسيه يا حبيب قلبي. ايه؟ دي اسمها شركسيه على الطريقه التركيه. وده مع الحاجات اللي انقرضت من زمان، ما عادوش بيعملوها دلوقتي في البيوت عشان بتاخد وقت. لكن انا بستغلها في رمضان، لان بيبقى عندنا المكسرات والعين الجمل. فدايما معظم الاكل انا بعمله، حتى الحشو اللي بعمله في الفخد الضاني مع الديك الرومي مع الحاجات دي، بستغل عندنا موسم رمضان كل سنه طيبين، وبيبقى عندنا المكسرات واليميش. زي ما حاولت على الشوال عندي بره دلوقتي، خدت منه عين جمل عشان اكسره. فانا بستغل فرصه ان انا يكون عندي الرز بتاعي كده خلص يا جماعه، اهو هوطي عليه. انا موطي عليه، بستغل فرصه المكسرات فبعمل بيها المنيو اللي انا عايزه. يبقى حضرتك دي اسمها شركسيه، وعايدها لك تاني وتشوفها على الهوا وتصورها من الموبايل وتعملها. ست ام زياد السلام عليكم. عليكم السلام. ازيك يا شيف؟ ازيك يا ام زياد؟ تمام الحمد لله. عامله ايه يا ست الكل؟ الحمد لله كل سنه وحضرتك طيب. وانت طيبه وبعوده الايام واموريني سعادتك. الامر لله. اتفضلي يا فندم. تأميلك على اللي بتعمله يا شيخ. الله يصلح حالك دنيا واخره. ربنا يخليك. اتفضلي سؤال. انت مش مخلي حد يسال سؤال يا شيخ. لا ده انا تحت امرك وربنا يكرمنا ابقى عند حسن ظنكم. ظني انت الخال، انت عند ظن الكل. انت المفروض محدش يسالك اسئله. كل الله تسألك. الله يزيدك من نعيم الله يا ستي. ربنا يخليك ويكرمك. اتفضلي سؤالك. لو سمحت معلش ايه تأمري؟ الامر لله. معلش يا شيخ هتعبت معايا. فخدامك يا فندم. ممكن بس الحمام بالفريك بس عشان اعمل ورق وقلم مكتوب على طول، مش تقولي ممكن، ده لازم يتقال. حمام بالفريك اقول لك ورق وقلم مكتبي. عندي اربع بصلات كبار على النار في معلقتين زبده، بشوحهم يصفروا، اديهم مكعب مرق، اديهم سنه جوز الطيب، ملح وفلفل، شويه كزبره خضراء مفرومه، شويه كرات ابيض مفروم، شويه كرفس مبروين، افضل الف فيهم كده لغايه ما تدبلوا يبقوا مستكاوي. مستكاوي يعني لونهم زي لون المستكة. بكون غاسل الفريك بتاعه ونقعه على الاقل اربع ساعات او ست ساعات. بروح نازل على البصلايه اللي صفرت وبقت لونها مستكاوي ديت، معاها كل الطاولة بتاعتها، معاها مكعب مرق، معاها سنه قرفه، ملح وفلفل، ومعاها كرفس، ومعاها كرات، ومعاها شويه كزبره خضراء، كل ده مرفومه ناعمه خالص مع البصلايه اللي احنا تبلناها. بعد كده بنزل بالفريك بتاعي، بديله شويه شوربه، بخليه يستوي ثلاث ارباع سوا ويبقى مفلفل. بعد ما الاقيه مفلفل كده هركيه طبعا بيه العوازل، لكن هعشي بيه ايه؟ الفريك. نحشي بيه الفريك ازاي؟ هجيب الحمام بتاعي. نحشي بيه الحمام ازاي؟ اقول لك. نجيب الحمام بتاعي، بحط ده ما بين الجلد وبين اللحم عشان الصدر بتاعه يفتح معايا. الصدر بتاعه يفتح معايا. يفتح معايا يعني عشان اخد كميه اكتر من الفريك. بعد كده بحشيه. ما بحاولش اخلي الحشو بتاعه كتير قوي عشان خاطر ما يضربش مني. بعد ما حضرتك حشيتيه، كده ادي الرز بتاعه اهو. شايفين الجمال ده؟ اهو. بتجيبوا ميه بتغلى على النار، فيها بوكيه جرنيه وبصل وجزر وكرفس ورق لورو حبهان. بعد كده بروح جاي ساقط الحمام بتاعي بعد ما حشيته، بسقط الحمام بتاعي وياخد غلوته وهو بيعمل تشيك على النار. بعد كده بخليه يشتغل واحده واحده عشان ما يضربش مني. في نص الطريق لو عايز تغير رايك، احنا كده كده انا بنصح ست البيت ما تحمرش الحمام في زيت ولا في زبده، لانه بيضرب وبيعمل مشاكل، وربنا يوريها لكم، ان انا عصرتها قبل كده وشفتها. فاحنا عايزين نتلاشى هذا الموضوع، ومش عايزين دهون كتير وزيوت كتير في رمضان. بطلع الحمام بتاعه نص سوا، بجيب شويه زبده او زيت
معاهم شويه طماطم بريئه وطماطم عاديه بضربهم مع بعضهم، بلمع بيهم الحماميه من بره ومن جوه وحاططها في الفرن، تعيش حياتها بتاع ربع ساعه تلت ساعه اللي بقى على الوش الثاني، هيتحمر معاكي ويطلع لونه جولدن زي الفل. الو مساء الخير يا عسكر. مساء الفل. مساء الهنا يا عم عسكر. ازيك يا معالي الباشا؟ انت اللي باشا وقال منور الشاشه ومنور الدنيا والله. يا الله يكبر بخاطرك ويرضيك يا عم الحاج. الله يخليك. سؤال حضرتك يا حبيبي. بالمناسبه دي عاوزين نتكلم في الكوارع المخليه. الكوارع؟ اه المخليه. ما ده انت بتيجي على الجرح كده. اه طبعا انت عارف الشرعيه. خش عليا يا عم عسكر. والنبي علشان خاطري كده بنهني المهندس محمد جمعه والدكتوره بسمه مراته بالمولود الجديد. اسمه ايه؟ المولوده الجديده. المولوده الجديده اسمها ايه؟ عند دي انا لسه ما وصلتش. اوعى يكون قاعدين زي اشرف زميلنا قعد اسبوع عشان يسمي بنته. لا والله. ما احنا زميلنا في الانتاج جاب بنت قعدوا هو ومراته اسبوع اتخانقوا مع بعض. هم بيقولوا لي خلي بالك انت عينك حسود شويه مش هنعرفك. الف 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 مبروك للمولوده الجديده من الدكتور والباش مهندس. بشكر حضرتك على اتصالك يا عم الحاج. شكرا يا عم عسكر. وهنتكلم على الكوارع المخليه على عيني. حاضر كده بجيب العين جمل اهو بس عشان اعمل بيه جرنش اهو. انا النهارده بشتغل بمزاجي عشان نعجب حضراتكم كده. اهو امال بقول على الكسارة مش الكسارة مش عايز تكسر ليه؟ طيب ادي لقمة القاضي حضرتك اللي انت طلبتيها، يا ريت تصوريها. طيب كده انا مش هعمل حاجة تاني بقى عشان ده شغلانة اهو. انا عايز حبه بس زي كده عشان افكر الناس ان دوت عين جمل مع الشركسيه اهو. ناخد دوب المره عشان برضو ايه حرام ما يترموش. طيب هنخش على الطبق اللي بعده بقى. شوف معانا الطبق اللي بعده ايه. طيب نشوف المقادير الطبق اللي بعده. ست ايمان مساء الخير. ازيك يا شيف شربيني؟ ست ايمان ازيك؟ اخبارك عامل ايه؟ كل سنه وحضرتك طيبه يا فندم. عايزك طيب. تأمري. كلهم بيحبوك. يا اهلا بيك يا سعادتك، يا اهلا بيكي. اهلا بيك شيف شربيني. كل سنه وانت طيبه يا فندم. عايزك طيب اخبارك عامل ايه؟ في نعمه والحمد لله. والنبي اعمل الحاجه اللي بتعملها لنا بشويش كده واحده واحده. اكتر من كده كمان واحده واحده؟ ما تصحوا معايا بقى عشان خاطر النبي. وانتوا صايمين ولا ايه؟ لسه ما صمناش، كل ساعتك طيب. عينيا تحت امر سعادتك. هنتكلم واحده واحده وبشويش عشان ظهر ان انتوا لسه صايمين. اه قصدي لسه نايمين. حاضر كده يبقى انا نغرف بقى بالمره عشان ما نضيعش وقتنا ونرغي كتير ونشوف هنعمل ايه مع حضراتكم. حاضر شوف بقى هنعمل ايه. حاضر المتابعة على الهواء يا ريت حضراتكم تصوروها. المتابعة قدام حضراتكم على الهواء يا ريت نصورها. طيب حد يجيب لي القالب يا جماعة، القالب بتاع اللي كنت عامل فيه المكرونة بتاع الكراميل، كريم كراميل، القالب المفتوح من جوه. هنرجع لزمان وليالي زمان وايام زمان الحلوه اللي احنا اتحرمنا منها. وهنشوف الفراخ بتاعتنا هنعملها ازاي. طيب اخد فاصل وارجع لكم تاني عشان الم الدنيا عشان العمليه بهوقت مني. فاصل وارجع لكم تاني. اقعدوا المحطه ولا تروحوا في حته. رجعنا لحضراتكم تاني بعد الفاصل وتعالوا مع بعض نشوف هنعمل الوراك الفراخ ازاي. رول فراخ باللحمة المفرومة. عندي فراخ مخلية، عندي لحمة مفرومة، خضار مشكل سوتيه، توم، بصل، عندي اعشاب مستردة، فستق، دمجلاس، زبدة او زيت، ملح وفلفل.
نشوف تاني مع حضراتكم. عندي فراخ مخلية، عندي لحم مفرومة، خضار مشكل، ثوم وبصل واعشاب ومستردة وديمجلاس وزبدة او زيت وملح وفلفل. نغرف الفراخ الاول قبل ما نخش كده ولا كده ولا ايه رأيكم؟ نغرف الفراخ. طيب عندي الرز الملبن، اهو، وهذا الطبق اللي هنغرف فيه، وهذا الرز اللي احنا سويناه، وهذا الماء اللي احنا فاتحينها. يلا نغرف، يلا نغرف كده اهو. طبعا انا عايز اعمل حاجتي بشكل جميل عشان خاطر يبقى حاجه جميله اهو. عايز تحطي مع الرز ده مستكه، حبهان، ورق لورو، بس هو كل الكلام ده محطوط في الشوربه فعشان كده ما بقلقش عليه. يا هايدي. الو، مساء الخير. مساء الهنا يا فندم. ازيك يا شيخ؟ ست هايدي ازيك؟ كل سنه وانت طيب. بعودة الايام يا ست الكل. ربنا يخليك. ايه ده، ايه الحاجات الجميله اللي انت بتعملها دي؟ ما اقدرش يعني انتوا الجمال كله مش انا، انتوا اللي بتعملوا كل حاجه حلوه. ربنا يخليك يا شيخ. اتفضلي سؤال حضرتك. كنت عايز اعرف بس طريقه الفراخ المشويه على الجريل. على عيني، ورقه ولا مكتوب معايا، على عيني. هنتكلم دلوقتي على الفراخ المشويه. انا هخلي فراخ دلوقتي قدام منك عشان تعرفي تعمليها، لكن عندي طماطمايه كبيره، بصلايه كبيره، طماطمايه كبيره، بصلايه كبيره، ملح وفلفل، شويه زعتر، زيت زيتون، ليمون، معلقه سكر، كل الكلام دوت بضربه في الخلاط، بضربه في الخلاط، وبعد كده بعد كده بتبل بيه الفراخ اللي انا هعملها قدام حضرتك دلوقتي. هنا نشوف هنعمل ده ازاي. بسم الله الرحمن الرحيم. يارا. ايوه. مساء الخير يا فندم. مساء الخير يا فندم. ازيك يا شيف؟ ازيك يا ام يارا؟ كل سنه وانت طيب، وكل شعب مصر يا رب طيب وبخير، وكل مصر بخير بمناسبه 23 يوليو. وانت معانا، ده عيد جميل، عيد جميل وعيد فل الفل، وده كلنا بنحيي المرحوم جمال عبد الناصر. وبرضه بنقول للفريق اول الشيشي كل سنه وحضرتك طيب ودايما يا رب افتخاء وتقدم انت والجيش المصري. بصي احنا بنفرح دايما في كل رمضان بيمش رمضان وبكحك العيد وبفرحه العيد. فرحه رمضان السنه دي بتاعنا السيسي. بالظبط كده. يعني لا فرحتنا وفرحه عمرنا فريق السيسي ده فرحتنا في رمضان. المصري والجيش المصري يا رب. يعني ده الجيش المصري هو مصر. ويبعد عنه كل شر يا رب. يا رب يا رب يا رب. كل شر يا رب. احنا بنقول يعني ترجع تاني بلد الامن والامان يا رب، ومش هتلاقي احسن منها ان شاء الله. سيبك اللي بيحصل والزباعه وكل القصص دي كلها كدابه، لكن ربنا هينصرنا وهنبقى احسن ناس في العالم، هنبقى احسن ناس في العالم. طيب بشكرك على اتصالك، المداخله الجميله اللي هي يعني شرفتني وشرفت مصر كلها. ادي الفراخ بتاعتي اهي. احنا بنقول الفريق السيسي هو فرحة مصر، فرحة رمضان، يعني كل بيت في رمضان في فرحة. السبب والسر والفضل لجيش مصر والسيسي. طيب كده هنا اهو، هعمل ايه بقى؟ تعال نشوف هنعمل ايه. يا اميرة مساء الخير. مساء النور. ازاي حضرتك يا اميرة؟ الحمد لله بخير، كل سنة وحضرتك طيب. وانت طيبة يا ست أميرة، اتفضلي سؤال حضرتك ايه؟ الحمد لله. تشربيني بعد إذن حضرتك، أنا عايزة أعمل صينية خضار مشكل باللحمة في الفويل. صينية خضار مشكل باللحمة، طب أنت امبارح مش شفت التاجر الطول اللي أنا عامله؟ لا ما شفتوش صراحة. الأول أسوي اللحمة ولا أحطها كل لازم 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 نسوي اللحمة. أسويها إزاي طيب؟ هنحط، أقول لك حضرتك، هنجيب بصلتين كبار نحطهم. بصلتين كبار هنحطهم في زبدة أو زيت. بعد كده بعد أول ما تصفر بنزل باللحمة بتاعتي، بنزل باللحمة بتاعتي. بعد ما بنزل باللحمة بتاعتي، بعد ما انزل باللحمة بتاعتي
اخليها تبقى لونها ذهبي، خليها تشتغل براحتها خالص، تشتغل براحتها خالص، بعد كده ما تخش على سوا اروح حاطط معها البطاطس، الجزر، البسلة، الفاصوليا، كل اللي عندك عايزة تحطيه حطيه. بعد كده حضرتك بروح حاططهم في صينية وندخلهم الفرن. كده انا بعمل شغل الصح بتاع الشركسية، الكتاب بيقول كده. ماشي. طيب هنا نشوف هنعمل ايه بقى. لازم نشوف حاجة جميلة نعملها لحضراتكم. عندي بابريكا. طيب هنشتغل نعمل شغل كده ايه، ادي دايما بخلي حاجتي مميزة عن اي حد او اي مطبخ في العالم. ليه؟ كل واحد لازم يبقى خبير في مكانه ويعمل حاجات جديدة بفكر جديد. ست محمد سلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. ازيك يا ست محمد؟ عليكم السلام ورحمة الله. وعليكم السلام يا ست محمد. الله يسلمك. تأمرين سعادتك. طيب حضرتك. بعودة الايام يا ست الكل، ربنا يكبر بخاطرك. الله يخليك. الامر لله وحده. اتفضلي يا فندم. سؤال حضرتك يا فندم. سؤال حضرتك يا فندم. عايزه سمك السنجاري لو سمحت. على عيني يا فندم بشكرك. كده ادي الشركسيه عملناها ايه؟ السمك السنجاري هجاوب عليه. على عيني بشكرك على اتصالك. بجيب سمكيه كبيره وزنها يعدي. الو ست زينب. ازيك يا ست زينب؟ الحمد لله. تأمريني حضرتك يا فندم. شيخ معلش كنت عايز اسالك على حاجه بس مش بالبرنامج، هي في الاسئله بتاعت اللي هي الحج، رحلات الحج والعمره. يا فندم قلت لك كذا مره وقلت لحضراتكم الاسئله مش ليا انا، الاسئله للتليفون اللي حضرتك بتكلمي عليه. في تليفون مكتوب هجيبه لكم على الشاشه تاني، هجيبه لكم على الشاشه. التليفون ده هو بتاع الاسئله مش بتاعي انا، انا ماليش دعوه غير ان انا بقول لكم ان انا عندي حج وعمره واتصلوا على التليفون اللي قدام حضراتكم. ما عنديش اي حاجه اقولها تاني غير كده حضراتكم. بشكرك على اتصالك. كده عندي ادي الكوسه اهو. نرجع للسؤال تاني اللي هرب مني لو سمحتوا. ايه هو اللي كان السؤال اللي عايزاه؟ طيب الاعداد يقول السؤال اللي كان معايا ايه لو سمحتوا. هنجيب السمكية تعدي الكيلو ونص، 2 كيلو، وافتحها من الظهر. بغسلها كويس جدا غسله نظيفه. بعد ما اغسلها، بعد ما اغسلها فتحتها من الظهر. عندي بصل جوليان، فلفل جوليان او مفروم. عندي كزبره خضراء، كرفس، فلفل حراق، طماطم، جزر، كله يا ببشره يا بقطعه اي تقطيع انا عايزها. بعد كده حضراتكم باخدهم سوتيه او احطهم نيين. ياخدهم سوتيه يحطهم نيين، انا حر. بجيب السمكيه بفرش تحتها حزمتين بقدونس او كزبره او كرفس عشان لما اجي اطلعها ما تلزقش مني. بعد كده بحطها طبعا طولها زيت زيتون وليمون وكمون وتوم وملح وفلفل وكل التوابل اللي انا عايزها، وبدخلها الفرن لغايه ما كل الخليط اللي انا حاطه بقى لونه ذهبي. بطلعها بره، بقت عندي سمكيه سنجاري. الو عليكم. المسابقه قدام حضرتك اهوت، يا ريت يا ريت نصورها، يا ريت نصورها. الو يا سامح. السلام عليكم يا باشا. عمي سامح ازيك؟ عامل ايه سامح بتاع ابوير بتاع امبارح اللي كلمك؟ يا اهلا بعمي سامح الجميل. ازاي صحتك عامل ايه؟ كل سنه وحضرتك طيب يا جميل. الله يخليك، انا قلت نصبح عليك. احلى صباح من احلى شاب في الدنيا. الله يخليك. بص يا شيف، احنا عايزين نعمل لك ميدان وتمثال ونسميه ميدان الشربيني. ميدان المطبخ.
لما اموت بقى يا عم مش دلوقتي. يا عم لا يا عم ربنا يديك تلت العمر معانا. ربنا يخليك ليا يا حبيب قلبي. ربنا يخليك ليا. الله يخليك يا شيف. تؤمرني. ربنا يخليك يا شيف. اتفضل سؤال حضرتك يا جميل. لا سؤال مين يا عم انت مخلي حد يسال حاجه يا ابني؟ روح الله يسترها معاك. جبرت بخاطر ربنا يكبر بخاطرك. ربنا يخليك لينا يا شيف ودايما منورنا كده على طول. ربنا يزيدك من نعم الله يا حبيب قلبي. تعالوا بقى نشوف هنا يا جماعه. ادي الاستافدنج بتاع الفرسه بتاعتي اهي. عندي هنا لحم مفرومه، ملح وفلفل، توابل، سنه كزبره خضراء، بصلايه، فص ثوم. كل الكلام ده اهو. النهارده شكلي صايم، بشتغل بمزاج. عايز من بعد كلامكم الحلو معايا عايز اعمل اي حاجه ترضيكم، مش عارف. لكن هتصرف يعني متلوش. كده يبقى كل الجمال اللي احنا حطيناه هنا ده مع بعضه اهو. خايفه تفك منك؟ ادي بضاير ولا زعل نفسك اهو. هي مش هتفك لكن انا عامل حسابي قبل جمال ما يعمل حسابه. طيب اهو يلا نشتغل مع بعض اهو. يا صلاة الحبيب النبي. بس كده هنضمن اللحمة بتاعتنا لو فيها اي دهون مش هتشك مني، مش هتفك. يا عمرو. السلام عليكم. السلام عليكم حبيبي. الاخبار عم عمرو؟ ازيك؟ ازيك يا شيف؟ ازيك يا جميل؟ الاخبار؟ يا اهلا بيك يا حبيب قلبي. الف مبروك على السنة. كل سنه وانت طيب يا حبيبي وبارك فيك ربنا. الاخبار كيف علاء؟ والله بيسلم عليك يا حبيبي. الاخبار؟ امورني يا فندم. عايزين نسال سؤال. اتفضل يا حبيب قلبي. عايزين نعرف الكفته الجمل ازاي. الكفته الجملي؟ والله اللي عملها لك في العيد ولا مكتب معايا ازاي نعملها مع بعض. طيب هقول لك هنقول لك على كفته الجمل ازاي. عندي شبت، بقدونس، كزبره، ثوم، بصل، كمون، قرن فلفل حراق، ملح وفلفل، لحمه جملي ورز، كيلو رز عليه كيلو لحمه جملي. هقول تاني برضو على عيني حاضر. شبت، بقدونس، كزبره، ثوم، بصل، لحم جملي، رز، بهارات زي ما انت عايز، قرن فلفل حراق، كل اللي انت عايزه حطه وبديها الرايز. عند الكلام ده كله عند الراجل بتاع الكفته. لكن لو عندك كبه زي دي هتعملها في البيت عندك، افرمها وشين على المكنه وبعدين حطها في الكبه دي اطحنها هتطلع معاك زي ما انت عايز. بشكرك على اتصال حضرتك يا عم الحاج. كل دوت فرمناه بعد كده صبعناها، بابيل ايدي بزيت بصبحها، وبعد ما صبحها كده نسيت احط العين الجمل ده عشان نعرف ان ده عين جمل اهو. دي علامه ليا واشاره ان ده ايه. طيب نرجع هنا عندي شويه الله بسله. الفستق ده يا جماعه بيتقشر بسلقه في الميه وبقشره زي اللوز، هيديني لون البسله. هو انا كنت عايز احطه بسله لو انا ما عنديش لون سنيبر، لكن اذا حط الماء بطلت تمام. ادي حبه منهم هم كده. وبرده يلا مش خساره فيكم النهارده، واحنا قلنا في رمضان هناكل ونتبسط وان شاء الله ما حد حوش. خدت كل التوابل عندي هنا اقلبها تقليبه كويسه. ست حنان سلام عليكم. وعليكم السلام. ازيك يا ست حنان؟ الله يكرمك ربنا يكرمك. تأمريني سعادتك. أمر لله مش هطول عليك عشان الناس. أنا تحت أمرك، أنا ليكي جاي لك، أنا جاي ليكي، اتفضلي تأمريني. الله يكرمك الله يخليك.
حضرتك انا عايز اعمل ايه في القطعه العسل اللي حضرتك كنت جبتها بس انا ما لحقتش اخد. واحده واحده بس علي اسمع حضرتك تموري سمك اتفضلي. البشاميل الحلو اعمله ازاي؟ طريقه اعمل على عيني على عيني على عيني. والزياده اللي عندي في القرع العسلي اشيلها ازاي لو حبيت اشيلها في الفريزر؟ في الفريزر القرع العسل عايز تخزنيه خزنيه في الفريزر ما تقلقيش منه. بشكر حضرتك على تليفونك الجميل يا ست الكل، وهقول لك ازاي نعمل القرع العسل دلوقتي. عندي كيلو سكر كيلو قرع عسل بتقطع مكعبات بحطه على النار يغلي استوى، بصفي الشربات بتاعه بستغله لو عامل خشاف لو عامل عصاير لو عايز اي حاجه، لانه هو فاكهه ما برمهوش. بعد كده بجيب ربع كيلو لبن، معلقتين او ربع كوبايه نشا، فانيليا، كريمه لباني. كل الكلام ده بعمل فيه ايه؟ بحط اللبن يغلي على النار، ببل النشا بشويه لبن وانزل عليهم واقلب بالمضرب بسرعه عشان خاطر يطلع معايا القوام بتاعه. وبعد كده بزوده بعد ما اخلصه، اديله شويه كريمه لباني وادخله في الفرن، هيطلع معاك زي ما عملته واحسن شويه، لان ست البيت بتطبخ احسن من الشربيني. بشكرك على اتصال حضرتك يا فندم. كده هنا حاجه سوسو، السلام عليكم. ايوه وعليكم تحت البركات. ازيك يا حاجه سوسو؟ اهلا وسهلا يا كل سنه وحضرتك طيبه يا ست الحاج. كل سنه وحضرتك طيبه والقناه منوره بحضرتك. بيك يا فندم باتصالك الجميل، اتفضلي سؤالك. الله يخليك. بس يعني اطمع ان حضرتك تعيد لي بدايه الشركسيه. خدام سعادتك. الخليط اللي اتحط حضرتك على عيني على عيني يا فندم. بس شكرا جدا. بشكرك على اتصال حضرتك، كل سنه وحضرتك طيبه يا حاجه سوسو. هنتكلم دلوقتي للست الكل على الشركسيه. جبت بصلايه ناعمه على النار مع فص توم مع حته زبده مع مكعب مرق، عود كزبره اخضر حطيته في كل دوت مع بعضه. بعد كده جبت العين الجمل جرشته بعد ما دخلته الفرن طلعت الرطوبه منه، والقشر قلبته مع بعضه. عندي اربع شرايح قش توست كنت حاططهم في كريمه لباني او في لبن. بعد كده كله محطوط على النار في زبده، بنزل بكل الخليط. حطيت العين الجمل مع البصلايه وفص الثوم والكزبره الخضراء بسيطه كله مع بعض، وبعدين اديت معاه العيش التوست اللي هو بلو بالكريمه. وبعد كده حضرتك زي ما انت شفتي ضربته، اديته طبعا شوربه بعد ما استوى. وبعد كده غلي على النار، ضربته بالكبه او سوري بالخلاط، وحطيناها فوق الوش زي ما انت شايفه كده حضرتك. طيب هو المفروض الريسبي الصح بتاعها بما يرضي الله، عشان برضو في ناس بتفهم كتير قوي يقول لك ده الشربيني بلوش، ما بتاخدش كريمه لباني. بس انا بحط كريمه لباني ليه؟ العين الجمل، العين الجمل لو سبته شويه بالصوص بتاعه بعد 10 دقائق هتلاقيه اسود، بقى لونه غامق جدا، لونه هيبقى غامق جدا جدا. فانا بتلاشى هذا الموضوع وبديله شويه كريمه لباني عشان خاطر زي ما انتم شايفين حضراتكم كده يبقى معايا زي الفل. الو مساء الخير. السلام عليكم. سلام ورحمه الله وبركاته يا ست محمد. عامل ايه يا شيف شربيني؟ في نعمه والله يا ستي. مبروك على القناه. الله يبارك في سعادتك يا فندم، اتفضلي اموريني. معلش انا دلوقتي احنا زعلانين منك بتوع اسوان بصراحه. الله اكبر، ليه بس يا حاجه؟ عشان خاطر انت دلوقتي بتجيب اكلات من بتاعتكم ومش بتجيب اكلاتنا احنا بتاعت الصعيد. ما تتلككيش، هاتي ورقه، انا معايا ورقه وقلم اهو، واديني اكلكم واكتب معاكي، انا مش مستنيكي. قولي قولي يا اختي. اقول يعني؟ والله يلا انا معاكي وانا هسيبك. اديني. جبتي لنفسك جبتي لنفسك. ها عايزه تاكلي ايه؟ عايز اعمل مثلا بصاره لاخواتنا المسيحيين. ما انا بعمل البصاره وبعمل الويكه وبعمل الشلاوله. ايوه ويكه. بس انتوا مش سايمين دلوقتي. لا برضو في عندنا في المجموعه دلوقتي. لا انا بعمل كل الاكل الصيامي، لان احنا ما عندناش مسيحي ولا مسيحي. احنا كلنا مصريين، احنا كلنا مصريين، لان دول احنا اخوات. احنا اللي احنا لازم زي ما بنعمل. الراجل قال لي ما فيش صيام عندكم، انت بتتلككي يا وليه انت؟ لا معلش بقى. لا ما فيش صيام. ماشي بص. من عيني الاثنين، من عيني. بعد العيد يا حبيبه قلبي تحت امرك. ربنا يكرمك يا رب ويديك الصحه كده. انت بس انا عايز اسالك سؤال. ام محمد انت ازاي مسيحيه ومسيحيه ام محمد؟ انت بتضحكي عليا؟ ازاي اسمك ام محمد ومسيحيه؟ لا انا زمايلي مسيحيين. عشان جيرانك يا اختي.
ماشي يعني، وانا بحبهم قوي والله. طبعا احنا ما فيش يا اخوانا، ما فيش لا مسيحي ولا مسلم، احنا كلنا مصريين، احنا كلنا بناكل في طبق واحد، عايز ايه تاني؟ لكن عشان خاطر عيونك يا محمد، وبشكرك عشان انت بتحبي اللي احنا بنحبهم، كلنا واحد، وشعب مصر الكريم الجميل الحلو، مسلم ومسيحي، ويعني احنا ما عندناش حد غريب، كلنا بيت واحد وعيله واحده واسره واحده. بشكرك على اتصالك يا ست محمد وكلامك الجميل الحلو، يا رب يكتر من امثالك. فين الناس الحلوه بقى تسمع الكلام الجميل بتاع الناس، تسمع الناس الكلام اللي بيتقال ده، ده اللي احنا عايزينه، مش عايزين نقف ورا بعض ونتخانق مع بعض ونعمل، ما ينفعش ما ينفعش. اهو افرد على قد ما اقدر، اهو كده بفرد على قد ما اقدر. طيب هنعمل ايه بعد كده؟ استنوا معايا هوريكم. اقول انت يا عم نمت ولا ايه؟ انت مش تقول انت نعسان؟ حاضر يلا كده، تعالوا بقى مع بعض نشوف هنعمل ايه. نشيل دي كده على جنب ونبعد دي شويه، ونجيب دي كده ونرمي دي هنا، وادي شويه ملح، ادي شويه فلفل عشان بيطلع على ايه، على عينينا، ادي اللحمه برضو لسه اهو كده اهو زي ما انا عاملها محوله كده. تعالوا نشوف هنعمل ايه بعد كده. هناخد بس هديكم ايه نبذه بسيطه، وبعدين ناخد فاصل بس اوريكم هنعملها ازاي. ادي الخليط بتاعي اهو، وبقسط اللي عندي على اربعه، ادي واحد ادي اتنين ادي تلاته ادي اربعه. يلا بقى نروح فاصل وهنلفهم مع بعض. فاصل وارجع لحضراتكم تاني، اوعوا تغيروا محطة ولا تروحوا في اي حتة. رجعنا لحضراتكم بعد الفاصل، والمخرج قال لي ما تعملش حاجة ستوب وورك، ما تعملش حاجة. فعلا انا كنت لازم اعمل ستوب، لان انا هعمل حاجات تانية وانتم مش هتشوفوها هتزعلوا مني، يبقى المخرج على حق. ادي المستردة بتاعتي، دي المسترد بتاعتي اهي. هو المفروض عشان برضو نبقى صراحة مع بعض بتبقى على لحمة الفراخ من تحت، بس انا طبعا نسيت، فالمهم ايه عادي. يا ست داليا سلام عليكم. عليكم السلام، ازيك يا شيخ؟ ازيك يا ست داليا؟ كل سنة وحضرتك طيب. بعود الايام يا ستي، ربنا يخليك. تؤمريني يعني ممكن الشيكن رول ده نعمله بفراخ بانيه؟ يعني هو ممكن تعمل فراخ بانيه؟ اه هو احلى لحم فراخ تاكليه بانيه بالوراك مش بالصدور. اوكي. طب بعد اذنك عايزه اسال سؤال. اتفضلي طبعا تحت امرك. اه ممكن حضرتك يعني تعمل اللي هي يوم مثلا تخصصه مثلا الوجبات اللي هي بسرعه، اللي هي الستات اللي بتشتغل ما بيبقى عندهاش وقت ان هي تعمل اكل بسرعه. معلش برضو من تاني عشان ابقى عارف. يعني اكل بيتعمل بسرعه يعني في وقت قليل، الستات اللي بتشتغل ما عندهاش وقت ان هي تعمل اكل. لا اللي ما عندهاش وقت بتعمل اكل بتشوف البرنامج بتاعي بالليل تعمله تاني يوم. لكن عايزه تعملي فاستنج فود، ما هو الاكل فاستنج فود بيتباع بره، لكن احنا هنعمل اكل ايه؟ هنعمل كفته بانيه، نعمل شوكولاته بانيه، نعمل مكرونه سباكيتي بالبولونيز، هنعمل برجر، ما هو ده الاكل السريع. هنعمل لكم حلقه الاكل السريع، بس انتوا كده شكلكم مش عايزين تشتغلوا. انتوا مش عايزين تطبخوا، يعني انت قاعد 24 ساعه في الشغل؟ ما تتفرج على البرنامج الصبح وبعدين اطبقي لحمتك بعد الظهر. انتوا عايزين تناموا مش عايزين تشتغلوا، ماشي. هعمل لكم اللي انتوا عايزينه يا ست. حاضر، مش عارف اقول لكم بس بصراحه، مش عارف مش عارف. والمخرج يقول لي ما تزعقش للناس وما تعمل، يا عم مش عايزين يشتغلوا. طيب. حاضر على عيني يا ست الكل. أم ملك.
ام ملك ورق ألمونيا يا استاذ. ام ملك مساء الخير. ست ام ملك خلاص يا عم جمال حقك عليا. بصوا حضراتكم، واحد اثنين، ام ملك ثلاثة اربعة، هنا عندي بوكيه جرنية على النار، بوكيه جرنية على النار، حلو كده بس خلاص. ابدا الف اهو، بصوا حضراتكم بعمل ايه، اهو اهو كده، ادي واحد، ادي الشغل ده بتاع زمان قوي يا جماعه، انقرض من زمان بس احنا بنحييه اهو كده اهو. كده نبدا نجيب الورقه دي اهي، دهنتها بماده دهنيه، اعمل كده اهو واقفل كده كده اهي في النار تاني مع بعض. اهو كده كده اهو، من هنا ومن هنا كده في النار. كل ده معروف معمول ازاي. كده اهو 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 اخر واحدة اهي. كده اهو بقفل عليها جامد اهو. ادي طماطم اهو كده زي ما حضراتكم ده شايفين، بصل وجزر وكرفس، وادي عود كرات اهو. كده اهو عندي شوربة او مية، ادي ولا يهمك. بسم الله الرحمن الرحيم. شكرا. شكل كده هتجري وتعورني. شكرا يا عم. خلاص اهو بس كده سهل قوي، عرفنا ازاي نعمل الفراخ بتاعتي. طيب عندنا بعد كده السمبوسه بتاعتي، هنعملها مع بعض بطريقه جميله حلوه رقيقه. عندي بصلايه مبشوره، المسابقه قدام حضراتكم، يا ريت نصورها مع بعض، يا ريت نصورها مع بعض كده. عندي هنشوف مع بعض هنعمل ايه. سمبوسه بالتونه، احنا بنعمل سمبوسه بكل اشكالها يا جماعه، عشان ما فيش واحد يقول لي ده احنا عملنا قبل كده ومش عارف ايه وبتاع وما ادري ايه وقصص اياها. فالنهارده بنعمل السمبوسه بالتونة. عندي سمبوسة عجينة، عندي فلفل ألوان وبصل، تونة، ملح وفلفل، شطة، ليمون، خل،
زيت القلية وبطاطس مسلوقة، بطاطس مسلوقة وزيت قلية وخل وليمون وشطة وملح وفلفل وفلفل ألوان وبصل وتوم، عجينة سمبوسة. تعالوا نشوف هنعملها ازاي بسرعة أقوم أقوم عشان قبل ما الحلقة تفوتنا عندنا بعد كده شغل تاني. حبك أنت شغل تاني. أدي البصلاية أهي كده، ادي طاسة على النار، معلقة زبدة أو زيت ابتيو زي ما تحب. أيوة. يلا أنا عايز بس أموت البصلاية، أموت البصلاية أهو. طيب هنحط حبة الخضار بتاعي، ادي الخضار السوتيه عشان نبقى عايشين مع بعض اهو. ست منى مساء الخير. مساء الخير شيف شربيني، ازي حضرتك؟ ازيك يا ست منى، كل سنه وانت طيبه. كل سنه وانت طيب وبصحه وعافيه يا رب انت واولادك. ربنا يكبر بخاطرك ويزيدك من نعيم الله، تأمريني سعادتك. ده انا اديني شهور عايزه اكلمك مش عارفه. نعم يا فندم؟ اديني شهور عايزه اكلم حضرتك مش عارفه. معلش حقك عليا سامحيني. لا ربنا يخليك، بس طلب صغير وتقوله لي بدقة الله يخليك عشان انا اولادي بيموتوا فيه ومش بعرف اعمله. تأمريني تأمريني. ربنا يخليك، عايزة الرز بتاع كنتاكي. على عيني حاضر، شكرا ليكي. كده هنا. يا جماعة الرز الأصفر اللي بتقولوا عليه دوت في كل بيت نقدر نعمله واحنا مغمضين عيوننا. عندي شوربة على النار بتغلي، بحط فيها مكعب مرق، بحط فيها معلقات كركم، مكعب مرق معلقات كركم، وبتغلي على النار وشوية زبدة أو زيت زيتون. ادي له اي توابل زي ما انت عايزها، بصل باودر، توم باودر، اللي انت عايزاه حطيه. اهم حاجه عندك الكركم. بعد كده الميه غليت وفيها شويه الزبده او السمنه او زيت الذره او زيت الزيتون، بحط عليهم الرز بيستوي معايا. المهم مكعبين المرق والتوابل اللي انا عملتها مع الرز وما فيهاش اي مشاكل خالص. تأمري سعادتك، الف شكر. كده هنا ادي البصلية اهي، بتبلها خالص عشان احس بطعمها جميل. عندي هنا حبه ملح اهم، عندي حته الزبده، سنة فلفل، ده الخضار السوتيه بتاعي. نحطه في الفرن بس الزبده تسيح بتاعته عشان يبقى عندي جاهز. اهو. كده. زي ما حضراتكم كده شايفين. ادي البطاطس بتاعتي. اهي. دي السمبوسه بتاعتنا النهارده. اهي. خليها. عندي فلفل الوان، اهو اهو، اديها شويه كزبره خضراء عشان اطعمها، شويه شبت ممكن، شويه زعتر، كل اللي يخطر على بالك اديها وما يهمكيش خالص، ما تترتبطيش بشيء وانت شغاله وما تخافيش من المطبخ. كده كل تقطيعتي مميزه وصغيره. يا ست مروه سلام عليكم. وعليكم السلام. ازيك يا ست مروه؟ ازي حضرتك؟ كل سنه وحضرتك طيبه يا فندم. بعوده ليه؟ حضرتك طيب، احلى شيف في الدنيا. ست مروه احلى ست مروه. اتفضلي سؤال حضرتك. علمتنا الطبيخ وعلمتنا الترتيب وعلمتنا كل حاجه حلوه. آه بالراحه عليا، انا مش قد كده. انا غلبان، انا غلبان. طب نعمل معاك ايه يعني؟ كفايه اتصالكم بيا ده بالدنيا عندي. دي اجمل هديه، دي اجمل هديه بتقدموها لي. لا لا انت مقدم لنا كل حاجه حلوه. والله العظيم كون ان انتم بتعبروني وبتكلموني في التليفون ده شرف ليا يعني يا جماعه. في ايه يعني؟ احلى شيف في الدنيا. بتغرموا من جيبكم فلوس عشان تكلموني. طب انت عايزين تعملوا اكتر من كده تاني؟ لا لا مسكينه عشان اقول لك تسلمي لك على احلى حاجه. تأمريني حضرتك يا فندم، اتفضلي. ليكي سؤال؟ ست الكل. الو؟ طيب كده دايما لما تيجي مكالمه حلوه يروحوا الخط قاطع، المخرج مش المخرج ده، انا عارف المخرج بتطهدني. يا عم محمد. الو يا باشا. عم محمد ازيك يا جميل؟ الله يبارك فيك. ايه يا باشا، ايه الاخبار؟ ايه جمال الحاجات الجميله اللي انت عاملها دي؟ مش اجمل من ميه بحركو. عم محمد. ايوه يا باشا معاك. بقول لك ايه يا استاذنا؟ اتفضل يا جميل.
انا نفسي في الكسكسي، انا رحت الجزائر وتونس كلت عندهم كسكسي. هيتعمل لك وغلاوتك على ذكر بط. يا سلام تربى لو هتعمله وغلاوتك لعملوا لك وغلاوتك لعملوا لك على ذكر بط بس كده. غالي والطلب رخيص يا جميل، على عيني في المنيو وجاهز يا جميل. ادي سن الشطه بس بعيد عشان معطصي اهو. ادي التونه بتاعتي واطلع بيها بره بقى كده اهو كده. شويه ليمون يا رب يا مسهل، اللهم صل على النبي. كده ادي الليمون اهو. كده يلا نبدا نغرف، نبدا نغرف اهو. حطينا هنا ايه؟ التونه بحطها بعد ما برد الاكل بتاعي، بعد بطاطس فلفل الوان شطه توم ليمون كل اللي انتوا عايزينه اهو. نبدا نعمل السمبوسه. ادي حبه العجينه بتاعتي هجيبهم، اشيل بس الليله دي كده من هنا عشان افوق لحضراتكم اهو. بلاش تتكسر خلاص عشان عندنا منك اهو. ادي شويه الدقيق بتوع اللي بنعمل عمليه اهو. ادي عجينه كده، عند الزيت يسخنوا. هنعمل النهارده مع حضراتكم سلطه الخرشوف، وهنعمل عصير التمر، التمر اللي عايزين نشربه على الفطار اللي احنا. والفرن هعطين بس الزبده تسيح. الله عليك، يا سلام عليك، يا سلام عليك اهو. ده الخضار بتاعي بس بيسيح عشان نحطه قدام حضراتكم كده اهو. نشوف كده كله كده اهو، نشيل كده ده كده 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 اهو. نشتغل مع بعض، يلا نطبخ يا ست نشوى. سلام عليكم. انا كنت هشترك في الفيلم. نعم يا فندم. حضرتك انا دي المره العشرة بقول لحضراتكم، اللي عايز يتصل بالعمره وبالحج مع التليفون اللي هو بيجي لكم على المسابقه يا جماعه. انا هنا بس بتاع اكل وشرب، لكن اي حد حضراتكم يا ربنا يكرمه وينوب معانا الحج والعمره بيتصل على الارقام التاليه، هجيبها لكم تاني وتالت ورابع عشان نبقى عارفين هنتصل على ايه يا جماعه. انا هنا مطبخ بس مش مسابقه، المسابقه عن طريق التليفونات اللي بتوصل لحضراتكم في البيت اللي انتم بتطلبوها من البيت من عندكم. شكرا لاتصال حضرتك يا ست الحاجه، وربنا ينولها لك ويكتبها لك. كده هنا ادي السمبوسه بتاعتي اهو. بلف كده قرطاس اهو كده. كده سهل قوي. الفراخ على النار والسمبوسه بلفها. عملت الشركسيه، لسه هعمل لكم السلطه بتاعتي، وان شاء الله ربنا هيقويني وهطلع كله مع بعضه في وقت واحد عشان يبقوا كل سنه وانتم طيبين، محدش محتاج مني حاجه اهو. كده ادي بعمل عمليه لحم كده، ازود شويه دقيق عشان الشكل بتاعها خفيف شويه اهي. بس يلا بس كده ظبطت ماشي. يلا اهي يا استاذ محمد. سلام عليكم. سلام الله وبركاته. عم محمد ازاي؟ سلام طيب. بعود عليك يا عم محمد. الله يخليك يا شيخ، الله ينور. بامانه اكلك زي الفل. يكرمك ربنا يا حبيبي، تامرني. انا لسه عريس جديد بس كده، العروسه كانت عايزه تقول لك يعني شويه حاجات تمام كده. احنا من سويس يعني، بنحب اكلات السمك كده. اتفضل يا فندم سؤالك. الو الو. ايوه ست الكل، السلام عليكم. ازيك يا شيف؟ كل سنه وحضرتك طيبه. وحضرتك طيب. تؤمريني يا فندم. الف مبروك على القناه. الله يبارك في سعادتك.
انا عايز اقول لحضرتك ان حضرتك بجد يعني اكلك تحفه تحفه تحفه. الله يبارك لك ويجبر بخاطرك ويخليك ليا. انا عايز اطلب من حضرتك. تأمريني انا تأمريني انا تحت امرك. تحت امر سعادتك يا فندم. على فكره انت من اكلات سمك مختلفه. ده انا قبل رمضان عامل لكم 95,000 نوع سمك ومختلف تماما. استني بعد رمضان استني. لسه عروسه وكده فعايز اعمل. مبروك يا ست العرايس، مبروك للعروسه والعريس جوزك. هعمل لكم بعد رمضان ويوم العيد هعمل لكم يا ست سمك، ولا يهمك حاجه، اعمل لك سمك وجمبري وكل اللي انت عايزاه. بشكرك على اتصال حضرتك يا ست العرايس. ده احنا كنا على طول قبل شهر رمضان، قعدنا طول شهر قبليها يعني طول شعبان احنا عمالين بنعمل في اسماك، لما خفت ان انتوا تنوروا مني وبعد كده النور يقطع وتبقى مشكله تانية. طيب كده هنا ادي انا كده شغال واحده واحده. ورانا ايه اهو مهم جدا يا جماعه ان انا الزقها. لكن في بقى ستات بيوت قاعده فاضيه ما وراش حاجه تقفلها من غير ما تلزقها. ازاي هقول لكم ازاي بتعمل كده، تروح عامله كده اهو 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 اهو، وتيجي على دي تروح فتحها وتروح حاطها كده. بس طبعا دي عايزه عشان اعملها عايزه شغلانه واحنا مش فاضيين، عايزين نطلع اكل على الفطار مش عايزين نتمنظر. اهو كده اهو ادي السمبوكسه ست يا عم علي. الو ابو علي ازيك يا شيخ؟ ازيك يا جميل؟ الحمد لله. امرني يا عزيز. انا عايز اللي هي العرايس اللبناني. ما انا امبارح كنت عاملها يا عم الحاج. في ايه؟ اول امبارح كنت عاملها في السحور. لا انا حاضر هعملها لك على عيني. حاضر بشكرك يا حبيب قلبي. احنا عملنا العرايس والصفايح وعملنا كل حاجه، عملنا فطاير مناقيش وعرايس وصفايح وكل حاجه عملناها للسحور. الكلام ده كان اول امبارح باين ولا مش عارف كان امتى. المهم هنعملها لكم تاني وما وراناش حاجه الا انتوا، هنعمل لكم كل اللي انتوا عايزينه على عيني وراسنا. حاضر بشكرك يا عم علي. اتصالك كده هنا عايز الزيت بتاعي سخن وغزير، سخن وغزير كده. البص الفراخ اللي على النار هقولها لك دلوقتي عملنا فيها ايه، هنشوفها لان انا عايزها تستوي كويس. خليها تطلع الدخان اللي عايزاه بتدخن. الو مساء الخير. طيب هنشوف بقى الفراخ بتاعتي. بسم الله الرحمن الرحيم. انا عامل لها تقيله كده عشان تقفل، شفتوا بقى اهي شغاله زي الفل زي الفل. استاذنكم واخد فاصل وارجع لكم تاني. اقدر المحطه رجعنا حضراتكم تاني كده بنسوي السمبوسه اهي عشان نطلعها قدام حضراتكم ونعمل دلوقتي سلطه الخرشوف. هنشوف مع بعض ازاي نعمل سلطه الخرشوف. وادي السمبوسه بتاعتي، لازم الزيوت بتاعي يكون غزير زي ما حضراتكم كده شايفين اهو. يلا وادي السلطه بتاعتي، هنشوف مقاديرها على الهواء عشان نعملها في ثواني. عندي خرشوف وبيض مسلوق ومستردة، زيت زيتون، طماطم، فلفل الوان، ليمون، ملح وفلفل، بقدونس، بقدونس ملح وفلفل وليمون وطماطم، فلفل الوان وزيت زيتون ومستردة وبيض مسلوق وخرشوف. وتعالوا نشوف هنعمله ازاي اسرع من الصوت يا جميل. ادي البولة بتاعتي اهي، نركز مع بعض. طماطم عندي برنواز. ايه هي البرنواز ده اللي هنشوفه مع بعض كده اهو كده. دي بنسميها لغه الطباخين برنواز اهو.
كده ادي الطماطم بتاعتي برنواز، الفلفل بتاعي نفس التقطيع اهي، ادي الطماطم فلفل الوان اهو نفس التقطيع، فلفل احمر نفس التقطيع، اهو كده ادي فلفل اخضر برضو هنبص على السمبوسه ونبص على الفراخ بتاعتي، الفراخ استوت. يا صلاه الحبيب النبي. يوسف مساء الخير. مساء الخير. مساء الهنا يا ابو يوسف. انا 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 انت ايه يا جميل؟ انا عايز التورته، عايز اعرف التورته. على عيني يا حبيبي، ولا مكتب معايا يا جميل. هنتكلم على التورتايه دلوقتي لعم يوسف. عندي 10 بيضات، ربع كيلو سكر بودره، 375 جرام دقيق، 5 جرام فانيليا، 8 جرام بيكنج باودر، 10 جرام محسن كيك، ذره ملح. بحط الاول البيض مع السكر يعمل فوم، وبعدين بنزل معاه بالبيكنج باودر، بنزل معاه تاني البيكنج باودر نزلت بيه. ادي كده هنا المسطرد اهي، عندي خل، ادي زيت زيتون. يبقى يا عمي حطينا كل الحاجات اللي عندنا في العجانه بعد ما عملت فوم، يعني طلعت عاليه. بعد كده بجيب الدقيق بحطه اللي هو 350 جرام دقيق، بحطه واحدة واحدة وبقلب معلقة خشب عشان ما تسقطش مني. بعد كده بروح جايب الفورمة بتاعتي، واروح حاطط فيها الخليط. بعد ما احط الخليط بحطها في الفرن، على درجة حرارة 180 درجة مئوية. بعد كده اظبط الفرن بتاعي على 180 درجة مئوية، بحطها لمدة 35 دقيقة، هتطلع معاك اللي انت عايزه. اشوف بقى هنا كده الشكشكة بدأت تشتغل، يبقى بدأ ينشف الشوربة بتاعتي اهو. شفتوا بقى؟ باجي في الوقت اللي انا ممكن اهو، يبقى كده هي عندي استوت. طالما شكشكت كده يبقى عندي استوت. نجيب بقى نطلع هنا اهو، بسم الله الرحمن الرحيم، اهو اهو اهو، هنا هنعمل ديمجلاس. ادي شويه ديمجلاس باودر، عندي السمبوسه طلعت، حطيت شويه ديمجلاس باودر، شوربة أو مية بس تغلي، نطلع بدي كده على جنب. يا سامية يا ست سامية، كل سنة وأنت طيبة وألف مبروك. الله يبارك فيك يا فندم. الله يسلمك. مبروك مبروك. الله يبارك فيك. وعقبال يا رب الحج إن شاء الله. ربنا يخليك يا فندم. ربنا يخليك. أنا فرحان لحضرتك. أنا فرحان لحضرتك. ألف مبروك. ربنا يخليك يا فندم، وأنا مبسوطة جدا والله بيك. كل يوم والله بقعد أتفرج عليك. مفيش حد جنبك كده يقرأ علينا زغروته حلوة عشان نبارك لك. ولادي والله في فيصل تلاقيهم عمالين يزغرسوا دلوقتي. طب في فيصل، طب يعني مش هنجيب بقى اتصال من فيصل اللي هنا، مش هينفع. طيب ربنا يخليك يا فندم. مبروك لسعادتك. مبروك لسعادتك يا فندم. ربنا يخليك. ربنا يخليك يا فندم. مبروك. ألف مبروك. ألف 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 مبروك. ألف مبروك. يا رب. اتفضلي تحت امر سعادتك. اتفضلي. ربنا يخليك، ما نتحرمش منكوا ابدا. تحت امرك. خليك يا فندم. ميرسي يا حبيبتي. كده هنا اهو، ادي ملح وفلفل حطينا اهو اهو، اهم حاجه عندي شويه البقدونس
أين البقدونس؟ أهو ضل هيغير لي الليلة عندي أهو كده. ادي البقدونس بتاعي، يبقى ادي كله اهو 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 اهو. يا صلاتك يا نبي، ايه ده؟ ده بقى طبيخ، ده بقى مسترد اهو اهو. شفتوا الحلاوه كده؟ نجيب اماني. مساء الخير. مساء الخير يا سيدي الشربيني. ست اماني ازاي حضرتك؟ ازاي صحتك؟ في نعمه والله يا ست اماني، ربنا يديك الصحه يا رب. تؤمريني سعادتك يا ست الكل. عايزين طريقة الكريب لو سمحت، عشان ابني بيحبه قوي. طريقة ايه يا فندم؟ الكريب. الكريب؟ ورقة وقلم اكتبي. عندنا كوباية دقيق، كوباية لبن، ثلاث بيضات، ذرة ملح، ذرة سكر، ثلاث معالق زيت زيتون. يبقى كوباية دقيق، ثلاث بيضات، ذرة ملح، ذرة سكر، ثلاث معالق زيت زيتون. كده الصوص بتاعي اهو. يا صلاتك يا نبي، ايه الجمال بتاع النهارده ده؟ اهو. ام زياد مساء الخير. ايوه مساء الخير يا شيخ. ست ام زياد كل سنه وانت طيبه. حضرتك طيب. تؤمريني سعادتك. طريقه الورق العنب بالعكاوي. حاضر يا فندم، على عيني حاضر، بشكرك. ده الدمجلاس بتاعي هوت. هنعمل ورق عنب بالعكاوي ازاي؟ مش عارف. طب الكوارع وعرفنا، العكاوي ازاي؟ هنتعلم، مش مشكلة. بصوا كل حاجة هنعمل ايه، انا هسوق العكاوي وهسيبها الورق العنب، يعني ما عنديش شغلانة، عادي جدا. يلا بقى نشوف هنعمل ايه. نخضر ده يغلي. ادي نشوف بقى هنعمل ايه. كده نشيل كل دوت عشان المخرج بيقول لي خلص. انا مستحملك لغايه دلوقتي. حاضر. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على الحبيب. كده عندي خضار سوتيه اهو اهو، بالزبده بتاعته، بالملح والفلفل. يا عم يوسف سلام عليكم. ايوه. ازيك يا يوسف؟ الحمد لله. أمرني يا حبيبي. مبروك مبروك على القناة. مبروك لنا وليك يا حبيب قلبي. تأمرني يا قمر يا عسل. أمرني يا حبيبي. هتوطي التلفزيون عشان أسمعك ولا إيه رأيك؟ إيه؟ هتوطي التلفزيون عشان أسمعك؟ آه. طيب ربنا يكرمنا معاك. هوطيه. نعم. أيوه. أمرني أنا سامعك، أنت سامعني؟ أصل أنا بتفرج على القناة بتاعتك. طيب تأمرني يا حبيب قلبي. انا عايز طريقه التورته. التورته اللي هي التورته اللي بتتعمل شوكولاته. على عيني يا حبيب قلبي اهو اهو. عايزه تبرد يا اولاد، تبرد يا اولاد، حرام عليكم. حاضر اهي. شفتوا بقى؟ ادي المسترد عامله شغل جامد اهو. يا جمال النبي، ايه ده؟ ايه ده؟ واحده تاني. حاضر اهي. فين الصوص؟ جميل. كده يا ست منى، عايز انصح حضراتكم ما تعملوش زيي دي. لازم الفراخ دي تبرد اهي عشان تقدروا تطلعوها كده. بس انا طبعا عشان ايدي واخده على الحاجات دي مش مشكله عندي. هنعمل بقى دلوقتي. الله عليك، انت يا اللي جايبني. تعالي بقى معايا، تعالي بالحلاوه بتاعتك دي. يا سلام يا سلام يا سلام اهو. سق براحتك اهو. يا
يا جمالك يا نبي. ادي الفراخ، تعالوا مع بعض نعمل التمر باللبن الرايب. انا شخصيا في رمضان بحب افطر دايما على الطبق ده. الطبق ده جميل جدا، او الكوبايه دي. اغسل ايديا بس الاول عشان ما تروح الزفاره. نخش ادي الخلاط بتاعي، لبن رايب. يا نوره مساء الخير. لبن رايب او كل سنه وانت طيب يا نوره. وحضرتك طيب. بعود الايام يا ست الكل. ربنا يخليك يا رب يا شيخ. اتفضلي سؤال حضرتك. عايز اسال حضرتك. اتفضلي. انا بعمل الفراخ الصغيره قوي دي، بحط لها رز وحاجات زي كده، بيطلع معايا رز ناشف وبتطلع الفراخ ناشفه من الفرن. عايزاها حضرتك تقولي على طريقه. عشان انت ما سويتيش الرز الاول. سوي الرز الاول زي ما بنعمل الحمام. هقول لكم ازاي نعمله. بجيب بصلتين كبار على النار، بصلتين كبار على النار معاهم زبدة، سنة قرفة، فلفل مجروش، مكعب مرق. بعد كده بحط الرز، وبعدين بسيبه بشوربة بتطلع معاكي. بسوي الرز ثلاث اربع سوا، بطلعه. بعد ما طلعه هحشي بيه الفراخ بتاعتي او الحمام زي ما انت عايزه. كده يبقى هنا قدام الجلاس تقل. طيب ادي السمبوسة بتاعتي مدورة ولا مربى؟ مربى. بسم الله الرحمن الرحيم. اهي كده. نديها اي حاجة حمراء. كده بحط الطبق بتاعي اهو. كده 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 كده. شوية بقدونس اهو. نصب بقى العصير بتاعنا اللي هو الخشاف بالتمر. بسم الله الرحمن الرحيم. ادي البلح بتاعي اهو. لو انا البلح ده نقعته في الميه قبلها بساعه هيبقى افضل لي بكتير بكتير بكتير، وهيبقى شكله جميل وزي الفل. هيبقى زي الفل. طيب كده هنا ادي التمر اهو. عملنا الشركسية، عملنا التشيكن رول، عملنا سلطة الخرشوف، عملنا سلطة الخرشوف، عملنا السمبوسة، عملنا لبن الرايب مع التمر. بس يا ريت نقعيه في الميه شويه هيبقى معانا. ازوق بس الطبقه كده بتاعتي عشان الليله تبقى حلوه كده واحنا هنا. وبعدين عندي الطبق ده لازم اديله حاجه خضراء عشان ربنا يكرمنا مع بعضينا. كده
مش هطبخ تاني ولا عامل حاجة. هشكركم على حسن متابعتكم ونشوفكم بكرة إن شاء الله على خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.